تصور معي يا أخ الإسلام هذا الموقف، إنها مفاوضات ولكنها فاشلة، إنها مباحثات ولكنها لا جدوى منها، فالعدو إذا كان لئيما لا يجدي معه الكلام ولا يجدي معه اجتماع الوفود ولا تجدي معه استعمال السياسة، العدو إذا كان لئيما غادرا فإن الذي يفصل في الموقف هو السيف وحده ولا شيء غير السيف. من هؤلاء اليهود الذي أقمنا لهم تلك الموازين كلها؟ إن النبي عندما حدثنا عن اليهود قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم إن وضعي يهوديا فاقتله. من هؤلاء اليهود؟ من هؤلاء؟ لقد جعلنا من الميعاد اسودا، لقد جعلنا من الميعاد اسودا، فلما استنوق الجمل استأسد الحمل. من هؤلاء اليهود الذين قال فيهم ربكم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله؟ إن اليهود لا يعرفون السياسة ولا يعرفون المحايلات، إن اليهود كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه ليهددوه بعد غزوة بدر وقالوا له يا محمد لا يهود، فإن كنت قد انتصرت يوم بدر فقد انتصرت على قوم لا يعرفون الحرب، أما لو حاربتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. فماذا حدث؟ أرسل الله الأمين جبريل إلى الحبيب محمد بإنذار حربي شديد اللهجة، بإنذار من القيادة العليا من الجبار جل جلاله، يقول فيه مولانا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد، وبئس المهاد جهنم. من هؤلاء الأقزام؟ من هؤلاء الأوعاد الذين ننتظر منهم كلمة وليس لهم إلا حد السيف؟ إنهم قتلة الأنبياء، إذا كانوا قتلوا الأنبياء فهل ننتظر منهم خيرا لنا؟ قتلوا الأنبياء وأساءوا الأدب حتى مع الله جل في علاه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي بخيل لا يعرف النفقة ولا الكرم، وقال لهم مولانا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء الذين قالوا على الله إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من هؤلاء اليهود الذين دوخوا نبي الله موسى؟ دوخوه لما نزل بهم الى سيناء وكانت الشمس حامية في الصيف، قالوا يا موسى نحن لا نطيق حر الشمس، فسأل موسى ربه فماذا يفعل الله؟
ظلل عليهم الغمام، الغمام يظلهم بحيث صار الغمام أبيض ليس قاتما، فكانوا يستضيئون بنوره ويستظلون من حرارة الشمس. قالوا يا موسى ليس عندنا طعام، فسأل موسى ربه فأنزل الله لهم المن والسلوى. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن لا يضل. اقرأوا القرآن ودعوكم من لعبة الأمم، دعوكم من ألاعيب روسيا وألاعيب واشنطن، والله التي لا إله إلا هو أحلف غير حالف، من هذا المكان إن روسيا وأمريكا اتفقتا على ضياع الإسلام. روسيا لن تنصر محمدا وأمريكا لن تنصر محمدا، الكل متفق على حرب واحد هو قائدنا محمد. الجهاد، الجهاد، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. لماذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ وعدا عليه حقا، وهذا العقد الذي أبرمه الله مع المؤمنين سجل في 3 محاكم، في المحكمة الابتدائية والمحكمة الكلية ومحكمة النقض والإبرام، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن. ثم بعد ذلك سأل العلي الأعلى ومن أوفى بعهده من الله؟ لا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اسمعوا شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اسمعوا شروط العقد مرة اخرى: اما صيغة العقد فقد عرفناها، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون الصائمون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. ان اليهود قوم جبلوا على العناد، والله تعالى عندما وصفهم وصفهم بكلمة واحدة قال: ولتجدنهم احرص الناس على حياة. لم يقل احرص الناس على الحياة، انما قال احرص الناس على حياة، يعني على اي حياة مهما كانت، مهما كانت ذليلة ومهما كانت دنيئة. والله يعلم اننا جميعا نحب الخلود في الدنيا، لكن اليهود اشد حرصا، لان الله قال ولتجدنهم احرص الناس، ولم يقل ولتجدنهم حريصين على الحياة، انما قال احرص الناس على حياه.
وأحرص صيغة من صيغ التفضيل تدل على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر. والرجل حريص على الحياة جبان وبخيل، وهذه صفات اليهود. والله لو وجدوا فينا رئاج رجالا ما تذأبوا علينا، لو وجدوا بين المسلمين رجالا ما تذأبوا علينا. اسالوا التاريخ عن 70,000 من جنود بريطانيا احتلوا مصر من القاهرة والاسكندرية ومدن القناة. 70,000 عسكري بريطاني ظلوا على ارض مصر 70 عاما. فاوضهم سعد زغلول وفاوضهم النحات وكثر المتفاوضون وانفضت الجلسات والعلل كثيرة والحجج اكثر، لولا ان الله هيأ لهم شبابا من جامعات مصر صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انما كانوا من حزب مكتوب على بابه كتب الله لاغلبن انا ورسلي.